دكتور سامح لوند. سميح لوند. سوري يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا فيكي. حضرتك ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا طبيب استشاري طب قلب تداخلي، رئيس قسم القلب مستشفى دلة، احدى المستشفيات الكبيرة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استاذ جامعي سابقا بمستشفى الملك سعود بن عبد العزيز وماكماستر بكندا. واهتماماتي بطب القلب التداخلي، جاء القسطرة القلبية واستخدام الدعامات وتقنيات أخرى في عمق المهنة مثل ما بيقولوا. فتفضلي. كنت عايزين نعرف إنقاص الحاجة إلى استخدام مسيلات الدم على المدى البعيد. نعم، من ضمن أهم العوامل اللي بتساهم بحماية المريض من انتكاسات قد تكون مرتبطة بوجود مشاكل على دعامات سبق وضعت على شرايين تاجية هي استخدام مسيلات الدم. بشكل عام الدعامات هي مواد معدنية وهي بحاجة على المدى البعيد والقصير، خاصة على المدى القصير، إلى استخدام مسيلات. ونستخدم بشكل روتيني مسيلات من نوعين، وأحيانا في بعض المرضى يحتاجوا إلى ثلاث أنواع. وطبعا نحن لما بنستخدم سواء نوعين او ثلاث انواع احنا عم نعرض مريضنا الى حد ما لسيوله مفرطه، وخاصه عند المرشحين ان يكونوا عندهم نزيف في مكان ما في جسمهم. فدائما بنحاول نجد طرق لاختصار المده او الاقلال من عدد المسيلات. بسؤال سابق كنت سألتيني عن موضوع استخدام وسائل لتجنب زيادة عدد الدعامات، بنفس الأسلوب إذا أنا قللت عدد الدعامات في الشرايين التاجية المصابة بكون أنا ساهمت بالإقلال من حيث الحاجة إلى أدوية السيولة الزائدة. اثنين، استخدام البالونات الملبسة بالعلاج هي فعلا من أهم الوسائل، لأنها خلال شهر أو ثلاث أشهر بالماكسيموم من استخدام هذه البالونات ممكن أن نتراجع بأدوية السيولة. ثلاثة، هنالك بعض المرضى اللي سبق وحصل عندهم نزيف في المعدة أو لأسباب مرتبطة بوجود حالات جسمية تساهم في النزيف زي الفشل الكلوي أو ارتفاع ضغط شديد قد يسبب نزيف في أماكن مهمة في الجسم مثل الدماغ. بهالحالات بنحاول جهدنا أنه نتجنب استخدام وسائل السيولة الدموية على المدى البعيد، فمنختصرها. وبالتالي بعد مرور إما شهر إلى ثلاث شهور في الحالات الحادة أو ستة أشهر بالأقل حدية أو سنة بالحالات الروتينية أو سنتين في بعض الحالات اللي نخشى أن تكون الدعامات غير مستقرة أو وضعت بحيث أنه تحتمل إعادة تضيق أو حصول جلطات. بهالحالة تمتد أدوية السيولة إما من أقصر ما يمكن شهر إلى ثلاث شهور أو إلى أقصى ما يمكن من سنتين إلى ثلاث سنوات. والآلية اللي بنستخدمها بأنه نبتدي بدوايين ثم نحولها إلى دواء واحد، ونأخذ بعين الاعتبار حساسية المريض سواء معدته إذا كانت معرضة للالتهابات الناجمة من الدواء زي الأسبرين أو لا، أو وجود سبب آخر لإيقاف دواء زي البلافكس أو كلوبيدوغريل واللي هو من الأدوية الشائعة جداً سيولة الدم. بهذا الشكل نحن بنختار الدواء المناسب. في الحالات اللي يجب أن يكون عندهم سيولة دائمة على المدى البعيد نتجنب الثلاث أدوية، لأنه الدواء الثالث هو الدواء اللي يعطى لمرضى اللي عندهم إما صمامات أو عندهم رجفان أذيني ولو عدم انتظام في ضربات القلب. هدول معرضين لجلطات سواء وجدت الدعامات أم لم توجد. لسبب هدول المرضى بدل ما نعطيهم ثلاث أدوية ممكن نختصرها بعد فترة قصيرة سواء ثلاث شهور أو ستة شهور إلى دوايين، والجرعة اللي بتاعت المنظم
سواء المسيل العام مخفضة، وبعد السنة يسحب دوائين ويبقى دواء واحد فقط اللي هو دواء المسيل العام، وهذا كافي. وإذا تنظيم هذا العمل بالتوافق مع المريض، معرفة طبيعة المريض، مدى تعرضه للنزيف من جهة أو تعرضه لحدوث جلطات على الشرايين التاجية من جهة أخرى، بهيك يوصل المريض إلى بر الأمان بأدوية سيولة أقل من ما يجب أن يكون.